أهلا بكم. ما هو مصير مباراة السوبر بين الأهلي والمفترض نادي الزمالك بعد موقف نادي الزمالك واعتذاره عن المشاركة في المباراة؟ وبدأ بعض أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم يتحدثوا عن من سيكون الفريق المنافس. رسالة مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر ورئيس مصر. ما هي كواليس التحضيرات الأخيرة والنهائية لانطلاق الحوار الوطني غدا؟ وأخيرا وليس آخرا، نرجس في جعفر العمدة، فنانة منة فضالي هتكون ضيفتنا في فقرتنا الأخيرة اليوم. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من مساء دي أمسي. مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساء حضراتكم جميعا بكل الخير. حلقه جديده من مساء دي امسي. جولتنا الاخباريه هنبداها مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، فارجوكم ابقوا معنا. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو، وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الرئيسين تباحثا حول اخر تطورات الازمه في السودان، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد على مواصلة بذل الجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، مع دعم مسار الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية بما يؤدي إلى حقن دماء الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه المخاطر الهائلة للنزاع إنسانيا واقتصاديا، وصولا إلى تحقيق تطلعاته في المستقبل الآمن المستقر وتعزيز مسار التنمية والبناء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حوار مع صحيفة أساه اليابانية أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شؤون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، وقال رئيس الوزراء إن هناك اهتماما من الجميع بوضع حلول غير تقليدية لكثير من المشكلات، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوحدة من قرارات. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستعدادات المرحلة الثانية، وشدد رئيس الوزراء على سرعة استلام المباني الخدمية التي تم تنفيذها بهدف تشغيلها واستفادة السكان بها. نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من الشهر المقبل. يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء الثاني من مايو وحتى الجمعة المقبل الخامس من مايو تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 5 درجات مئوية. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، ونستهل جولتنا الإخبارية مع حضراتكم بالقضية السودانية والأزمة السودانية المستمرة منذ يوم 15 أبريل الماضي. آخر تطورات الموقف الميداني ممكن نستند فيه إلى بيان القوات المسلحة السودانية اللي أعلنت فيه أنها خلال 15 يوم من بدء الأزمة ومن العمليات العسكرية نجحت في تخفيض القدرات العسكرية لمجموعة الدعم السريع بنسبة 55%، واتهمت الدعم السريع بمحاولة اختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة. ومنذ ساعات قليلة تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان.
وخلال الاتصال الهاتفي الحقيقة بلينكن قدم الشكر لمصر لاستقبالها عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود، وأكد على استعداد الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم اللازم لتسهيل دور مصر واطلاعها بهذه المهمة. أيضا الاتصال تناول الجهود من أجل الوصول إلى وقف مطول ومستدام لإطلاق النار. وفي هذا الإطار تحدث الوزير المصري سامح شكري على أهمية عدم تدخل أطراف خارجية في تأجيج الصراع القائم في السودان، وبما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الذين تتعرض حياتهم للمخاطر نتيجة استمرار النزاع المسلح، وهو الأمر الذي كان محل اتفاق من الجانب الأمريكي بالفعل. كمان النهاردة استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري السفير دفع الله الحاج علي مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. خلال الاجتماع أكد شكري أنه يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه جميع أجهزة الدولة المعنية بتوفير أكبر قدر من الرعاية وحسن الضيافة للأشقاء السودانيين منذ اليوم الأول للأزمة في السودان. ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، المبعوث السوداني نقل إلى وزير الخارجية المصري رسالة شفهية من الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان. خلال اللقاء أعاد شكري التأكيد على موقف مصر الثابت والمعلن منذ اليوم الأول للأزمة السودانية الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على دماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، وأهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها وبدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة. من جانبه قال مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني أن زيارته إلى مصر والقاهرة تعكس استراتيجية العلاقة بين السودان ومصر، وعن رؤية مصر لحل الوضع الحالي، خاصة أن مصر من اليوم الأول وهي لا تدخر أي جهد لمساعدة السودان وأشقائنا في السودان والاستقبال لإخواتنا من السودان عبر معبر أرقين البري الحدودي، وكل التسهيلات بتقدم ليهم بشكل كبير جدا. خلونا نقرأ هذه التفاصيل مع سيد السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيد السفير مساء الخير، برحب بحضرتك معنا يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ رامي، ازي حضرتك؟ برحب بحضرتك معانا. ويعني بدايه، كيف تقرا اخر التطورات بشان الازمه السودانيه؟ نقدر نقول انه في يعني بعض الاشارات المتفائله الى حد ما بان احنا فعلا ممكن نصل الى وقف اطلاق نار لفتره قد تكون فعلا اطول من الفترات السابقه. حضرتك كنت عارف انه طبعا فترات السابقه كانت حوالي 72 ساعه كل فتره. نعم. كان بيتخللها اطلاق نار ايضا. فكانت الامور مش مستقره. اعتقد انه الان في بوادر يعني بتشير الى انه ممكن يكون فعلا في بدايه هدوء نسبي في القتال. ده قد يؤدي بعد كده لتهيئه اجواء مناسبه للقاء او للحوار او للوصول الى يعني حل سياسي. نعم. ولو انه يمكن حضرتك هتلاحظ انه كل اللي بيجري حاليا من كل قوه سواء كانت اقليميه او دوليه، الناس كلها بتوقف يعني بتتحدث عن وقف اطلاق النار، لكن ما فيش اي تصور لما بعد وقف اطلاق النار هيكون الامور شكلها ايه. نعم. برضه الجانب من الجيش السوداني النهارده برضه اطلق بعض التصريحات المتشدده، برضو ديت يمكن تدينا الإيحاء بأنه فكرة التفاوض مش هتكون سهلة ومش هتكون يمكن تؤدي إلى نتائج ترضي الطرفين، لأن سقف المطالب من الطرفين سقف عالي جدا. نعم. وبالتالي احنا أمام فترة قادمة حرجة، وخاصة مع يعني ضعف الصوت المدني السياسي في داخل دولة السودان. نعم. سيد سفير لو تسمح لي، يعني يمكن زي ما حضرتك أشرت هي أزمة شديدة التعقيد، وبعض الرؤى بتصب في اتجاه طول أمد هذه الأزمة وهذا ما لا نتمناه، لكن طبعًا. إيه السيناريوهات اللي ممكن تكون متوقعة خلال الفترة القادمة؟ وطبعا إطالة الأمد ديت من أحد السيناريوهات الموجودة في الساحة. نعم. السيناريو الثاني أنه قوات الدعم السريع تصاب ببعض الضعف نتيجة نقص الإمداد ونتيجة الإنهاك اللي أصابها، وده يعني امر واضح في العمليات العسكريه الان ان هم ما كانوش زي الايام الاولى. نعم. فده قد يعني يدفع هذه القوات انها تتراجع الى منطقه دارفور
وتبدأ من هناك مرحلة جديدة، سواء كانت مرحلة يعني إغلاق الدولة المركزية في الخرطوم أو استعادة وتجميع قواها والحصول على إمدادات من طرف من أطراف أخرى، سواء كانت مجاورة من دول مجاورة أو غيرها. وده طبعا السيناريو ده هيكون سيناريو صعب جدا وكارثي، وده اللي هيحقق بقى فكرة إطالة أمد الأزمة لفترة طويلة. نعم، لكن ولكن للأسف يعني التوقعات بأنه الأزمة ممكن تطول هي يعني رؤية مشتركة من خبراء كثر، وزي ما حضرتك تفضلت إنما هنا الأزمة الأكبر كمان إنه الشعب السوداني لن يتحمل طول أمد الأزمة، لأنه عندهم مشاكل في البنية التحتية، عندهم انقطاع في الكهرباء في المياه، عندهم أزمة اقتصادية، القطاع الصحي يعني البعض بيشير هناك في السودان إنها أوشك على الانهيار. فإحنا هنا بنتكلم على عدة أزمات وليست أزمة واحدة. للأسف ده الواقع فعلا. الشعب السوداني بيدفع ثمن يعني كبير جدا 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 لم يدفعه من قبل، ولم تشهد السودان منذ يعني الخمسينات مثل هذا الموقف الغريب اللي حصل فيها. وبالتالي احنا كلنا واقفين مع الشعب السوداني، وعشان كده حضرتك هتشوف ان مصر فاتحه ابوابها لتوفير ملاذ امن لمن يريد صحيح ان يعني ياتي الينا. فعشان كده انا بشوف ان احنا فعلا للأسف السودان بتمر بأزمة قد تدخلها في مصاف الأزمات الأخرى اللي موجودة في الإقليم، اللي هي زي ليبيا زي سوريا زي اليمن. وده هيبقى سيناريو مرعب إنه أزمات تبدأ ولا نستطيع إن احنا نخمد نيرانها، وده في حد ذاته أمر مقلق جدا سواء كان للأمن القومي العربي أو حتى القرن الأفريقي أو حتى للمنطقة اللي حوالين السودان الشقيق. نعم، سؤالي الأخير، مصر دائما وأبدا بتؤكد منذ بداية الأزمة على ضرورة عدم تدخل أي أطراف خارجية في يعني الصراع الدائر الآن في السودان حتى لا يؤجج ذلك الصراع في الداخل السوداني. إلى أي مدى التدخلات الخارجية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة أكثر خلال الفترة القادمة، أو من يتدخلون من الخارج قد يتوقفوا عن التدخل؟ ده سؤال صعب جدا، لانه من تدخل من الاول خالص في الازمه السودانيه ما اعتقدش ان هو هيقبل ان يكون في يعني تراجع او هزيمه لافكاره او نواياه الخاصه بالسودان. وبالتالي عشان كده ده هيكون في تغذيه للطرفين حتى كمان، وفي نفس الوقت ده في حد ذاته قد يثير القلق القبليه، ان حضرتك حتى لو رحنا دارفور هتلاقي في جماعات مسلحة هناك في دارفور غير الدعم السريع وغيرها. وبالتالي السودان هيكون الحقيقة يعني على كده يعني شفا منطقة خطرة جدا، ويجب ان احنا نتحسب هذا. في نفس الوقت بشوف ان الشعب السودان للأسف دفع ثمن ثقيل جدا جدا، وفي النهاية ما كانش فيه مراعاة لظروفه ولا لاحتياجاته ولا الأوضاع الاقتصادية ولا الإنسانية. زي ما سيادتك ذكرت ما فيش دواء، ما فيش كهرباء، ما فيش مية، ما فيش أكل. فبالتالي احنا أمام أزمة كبيرة، ولازم الجميع يتكاتف في أن يكون في قدر أكبر من النصيحة على التعقل ما بين الطرفين، وفي نفس الوقت امتداد الهدنة أو امتداد وقف إطلاق النار ده فعلا قد يكون في مساحة للتنفس، وده مطلوب بالنسبة للشعب السوداني إن هو يقدر يستعيد مرة أخرى قواه ويستعيد حياته الطبيعية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية. قبل ما انتقل مع حضراتكم لموضوع آخر، الحقيقة إنه نتمنى من الله أن تهدأ الأوضاع في السودان الشقيق، لكن حتى الآن الأمور شديدة التعقيد، ويبدو أن الأزمة وراها أزمات متعددة بدأت بالفعل مش لسه هتبدأ، ويعالم ممكن تنتهي إمتى. لأنه لو النهاردة فرضنا جدلا أنه الصراع توقف، السودان محتاجة قد إيه عشان تبدأ تستعيد ذاتها مرة أخرى؟ البنية التحتية، القطاع الصحي، الغذاء، الدواء، تحديات جامة الحقيقة لأشقائنا في السودان. ليه ده من الموضوعات المهمة اللي احنا بنتابعها؟ بطبيعة الحال في علاقة تاريخية واستراتيجية ما بين مصر والسودان، ودائما نتمنى كل الأمن والأمان لأشقائنا، مش بس في السودان، في السودان، في ليبيا، في الشاد. لأن النهاردة بدأت بعض الصحف تنقل وجود حتى عناوين بعض الصحف أنه الشاد أصبحت على صفيح ساخن بسبب أزمات في السلع الغذائية، بسبب عدم وجودها، انقطاع الكهرباء، انقطاع المياه،
انقطاع الغاز المستخدم في المنازل. كل ده أدى إلى ضغوط على المواطنين في التشاد، حالة احتقان بدأت تكون موجودة، حتى أنه بعض الخبراء بيتخوفوا من أنه التشاد قد يحدث فيها سيناريو مماثل لما يحدث في السودان. يهمنا ده؟ يهمنا، لأن التشاد مش بعيدة، وللأسف الشديد أنه مصر في منطقة بؤرة ساخنة ممتلئة بالصراعات، في السودان، في ليبيا، التشاد اللي على صفيح ساخن دلوقتي، منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويمكن الأمور هدأت بعض الشيء، إنما كان عندنا أيضا بعض خلينا نقول ترقب وحذر من مصر وصرامة من الدولة المصرية فيما يخص ثرواتها من الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط. يمكن نقول أنه الأمور في منطقة الشمالية من مصر بدأت تهدأ بعض الشيء، إنما كمان نيجي ننظر إلى الجانب الآخر نجد ما يحدث لأشقائنا في فلسطين، نجد تأزم الأمور في لبنان الشقيق، نجد ما زالت الأمور في سوريا غير مستقرة وأزمات متتالية موجودة. ربنا يحفظ البلاد العربية يا رب. والسؤال اللي دايما بسأله ويمكن يبقى لا ينطبق بشكل أو بآخر أو محدش بيفكر فيه أو بيفكر فيه بس الأمور مختلفة أو النظرة ممكن تكون مختلفة، الأوضاع الداخلية، إنما أي بلد النهاردة بتفكر إنه شعبها بيفكر إن عنده أزمات وعايز يحلها، أعتقد إنه الحل بالتعقل أفضل من الإطاحات وتشكيل مجموعات. وليه؟ لأنه في سيناريوهات سابقة كلنا شايفينها. وبعدين شيء يضايق جدا بصراحة ويدعو إلى الخوف، إنك تجد صراع وراء الآخر وراء الآخر، كله بتوضع فيه سيناريوهات إنه طب قسم عشان الأمور تهدأ. لا، فرق تسد، التفريق ده مش صحي، وشفنا سيناريوهات كتير قبل كده. يعني دليل على انه الاتحاد قوه، تلاقي الدول الاوروبيه من سنين قررت كلها تكون على قلب رجل واحد، رغم انه كان كل واحد ممكن يبقى بلد مستقله بذاتها وبتتحرك بذاتها، انما هذا التكاتف لانه الاتحاد قوه، انما كل ما يبقى فيه تفرقه كل ما ده بيؤدي الى ضعف. وان كان يظن اي انسان في اي دوله انه لما تقسم كل واحد هيبقى في حاله، لا، الامور ما بتمشيش كده والدنيا مش بتستقر كده واي دوله مش هتنمو بهذا الشكل. فما قدامناش غير ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى يكرم كل الدول العربيه والاطراف اللي فيها بالتعقل وجمع الشمل ولم الشمل، لانه الخسائر التي تكبدتها الدول التي تشهد صراعات خسائر بمليارات قد تصل إلى تريليونات الدولارات، ورحلة البناء شديدة الصعوبة. ده احنا هنا بنتكلم على انه لو كل الصراعات دي توقفت النهاردة، رحلة البناء شديدة الصعوبة بالغة التكلفة وهتاخد عشرات السنين. متى تهدأ الأمور حتى تبدأ رحلة البناء ويتوقف أي طرف وكل طرف عن الهدم؟ سؤال للأسف إجابته مش موجودة، إنما نتمنى إجابته في القريب العاجل تكون توقفت الصراعات وتوقف الهدم وبدأت رحلة البناء. نعود إلى مرة الشأن الداخلي مرة أخرى. وإمبارح في احتفالية عيد العمال، كل سنة وكل عمال مصر بخير ودايما يا رب في تقدم وازدهار وإنتاج قوي بأعلى جودة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مجموعة من القرارات لمصلحة عمال مصر، من بينهم توجيه سيادة الرئيس بالبدء في تفعيل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة الغير منتظمة. وفور صدور توجيه سيادة الرئيس بهذا الأمر اللي هيبدأ مع انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة الغير منتظمة والغير مستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها حوالي 1000 جنيه، بدأت التساؤلات ورحلة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن من هي الفئات، فئات العمالة الغير منتظمة اللي هتستفيد من هذا الصندوق وهتستفيد من هذه الإعانة.
وايه شروط التقديم. وزاره القوى العامله كانت قالت انه هذه الاعانه يستحقها اي عامل غير منتظم دخله، دخله غير منتظم، بشرط انه يسجل بياناته من خلال القوى العامله. طيب هل عندنا حصر؟ عندنا رقمين، رقم مؤكد ورقم تقديري. الرقم المؤكد يقدر بحوالي 350 ألف عامل غير منتظم على مستوى الجمهورية، دول اللي بياناتهم مسجلة لدى وزارة القوى العاملة، ده الرقم المؤكد. أما الرقم التقديري هو أنه في مصر في حوالي 2,500,000 شخص بينطبق عليه وصف عمالة غير منتظمة، وده رقم تقديري ما نقدرش ان احنا نجزم بيه. طيب ايه الشروط؟ مين اللي ممكن يستفيدوا؟ مين هم الفئات؟ خلونا نعرف اكتر من السيد عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزاره القوى العامله. برحب بحضرتك معانا يا استاذ عبد الوهاب. اهلا بيك يا استاذ رامز، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. طيب وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. يعني بدايه السؤال اللي اكيد حضراتكم تابعته انه بيتكرر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى محركات البحث. مين هي الفئات اللي بتصنف عمالة غير منتظمة اللي ممكن تستفيد من هذه الإعانة؟ أولاً يا فندم، التعريف العمالة غير المنتظم هو كل عامل بيعمل في عمل غير دائم. يعني أي شخص بيعمل في عمل غير دائم هو ده اسمه عمالة غير منتظمة. ملف العمالة غير المنتظمة طبعاً القرارات أو التوجيهات بتاع فخامة الرئيس امبارح طبعاً ده مش حاجة جديدة من الدولة المصرية للاهتمام بهذه الفئة المهمة، اللي هي طبعا تأثرت وكانت أكثر الفئات اللي تأثرت خاصة في أزمة كورونا الفترة اللي فاتت. صحيح. زي ما حضرتك عارف إن إحنا في وزارة القوى العاملة عندنا حاجة اسمها حسابات العمالة غير المنتظمة. حسابات العمالة غير المنتظمة دي لها إدارات موجودة في كل مديرية من المديريات. في شهر يناير الماضي معالي وزير القوى العاملة حسن شحاتة يعني أصدر قرار بتأسيس وحدة تنفيذية لإدارة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية. هذه الحسابات يعني لعب الدور في خلال الفترة اللي فاتت دي كبير جدا في دعم العمالة غير المنتظمة، منها مثلا انها قدمت او دعمت المنحة الرئاسية اللي كانت بقرار من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كانت ما يقرب من 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة في فترة كورونا. حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة دعمت هذه المنحة بما يقرب من 1.4 مليار جنيه، طبعا دي كلها كانت في فترة كورونا. فطبعا الدعم الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة هو مستمر. كويس. ولكن توجيه وقرار الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح بتأسيس صندوق حيحول هذه الحسابات اللي هي تابعة لوزارة القوى العاملة على مستوى الجمهورية لصندوق واحد. الميزة اللي فيه ان احنا دلوقتي ماشيين على نظام اللي هو نظام الحسابات، ان طبعا مش كل الفئات عضو عندنا في او هي مشتركه عندنا في حسابات العماله غير المنتظمه. احنا عندنا مجموعه فئات قليله جدا اللي هي خاصه اللي هي بتشتغل في مجال المقاولات والبناء والتشييد والبحر. نعم. طبعا هذه الفئات هي فقط اللي منوط اللي هي دلوقتي مسموح لها طبقا للنظام الحالي ان هي تخش تشترك معانا في حسابات العماله غير المنتظمه، وان هي تتمتع بكافه الامتيازات والمنح والرعايه الصحيه والاجتماعيه اللي هي بتاخدها. لكن غيرهم استاذ عبد الوهاب، يعني مثلا هل هنعتبر البائع المتجول عماله غير منتظمه؟ لا لا، لا يستطيع اي شخص بمفرده ان هو يشترك في هذه الحسابات في الوقت الراهن. ولذلك يا فندم بتبقى عن طريق ما يسمى بالمقاول، المقاول هو اللي بيروح لمديريه القوى العامله وبيسجل البيانات بتاعته. ولذلك احنا النهارده وزعنا منشور على كافة المديريات، منشور مهم جدا، وهذا المنشور بتوجيه من معالي دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لوزارة المالية. وزارة المالية بعت لنا هذا المنشور، احنا وزعناه النهاردة. هذا المنشور يعني بيؤكد او ان هو بيلزم كافة الجهات والشركات في كل المحافظات ان هي اللي تتعامل مع مقاولين ان يبقى في شرط ان هذا المقاول ياخد مستحقاته من هذه الجهات سواء شركات او جهات حكوميه، ان هو يكون معاه وثيقه من مديريه القوى العامله ان هو يكون مسجل العاملين اللي معاه في العماله غير المنتظمه، وان ده بيكون شرط يعني أساسي. يعني استاذ عبد الوهاب، يعني المقاول هو اللي هيروح يسجل عماله غير المنتظمه ولا نعم. العامل غير المنتظم ممكن يروح يقدم مع الصندوق الجديد اللي هو دعا اليه او وجه دي سياده الرئيس؟ نعم، هذا الصندوق الجديد من مميزاته ان بعد كده كل عامل غير منتظم في مصر، هتبص بقى الباعه الجائلين والعمال اللي بيشتغلوا في مجال الزراعه الى اخره، كل ده من حقه ان هو يروح يسجل اسمه في مديريه القوى العامله، بحيث ان هو هيكون مشترك باشتراك رمزي لم يحدد طبعا بعد، في مقابل ان هو بعد كده
هيحصل على كافه على كافه الامتيازات اللي بياخدها العام غير منتظم، اللي هي بتبقى عباره عن 4 منح كل سنه طبعا، الاعانات، وثائق التامين على الحياه الى اخره. يعني وثائق التامين على الحياه دي بتبدا من 10,000 جنيه بتصل ل 200,000 جنيه، طبعا دي كلها امتيازات ما بيحظاش بيها كل الفئات اللي موجوده، ولكن مع الصندوق الجديد يا فندم هيكون في يعني توسيعه في قاعده البيانات، هيكون في رعايه بشكل اكبر وبشكل منظم، وده طبعا فايده هذا الصندوق. الاجراءات القانونيه يعني متوقع تاخد زمن قد ايه عشان نبدا نقول انه اصبح لدينا الصندوق وبدء تفعيله والاعلان عن كل التفاصيل اللي ممكن يتقدمه لطلب الاشتراك في هذا الصندوق والقيمه الماليه؟ هو انا توقعات يعني ان ممكن طبعا في بكره زي ما حضرتك عارف في مجلس وزراء، واعتقد ان ممكن يبقى في كلام في هذا الامر، يعني ده مطروح يعني للنقاش. وزاره القوى العامله يعني زي ما قلت حضرتك ان في منشور تم توزيعه اليوم على كافه المديريات بحيث انها تكون عارفه ايه اللي بيدور، بحيث ان يبقى في تنسيق بينها وبين الجهات اللي موجوده في كل محافظه. يعني الاجراءات مستمره، وان شاء الله يعني في القريب العاجل جدا هيتم يعني طبعا الجهات المعنيه في الدوله مع وزاره القوى العامله هيتم وضع الاطر القانونيه، وهيتم الاعلان عنها قريبا. ولكن عايز اقول لحضرتك ان فكره هذا الصندوق هي فكره عبقريه جدا، بحيث ان الهدف منها التوسع في قاعده بيانات هذه الفئه المهمه، ان هي طبعا هتبقى تحت عينين الدوله، يعني الدوله او وزاره القوى العامله بالتحديد بما انها هي الوزاره المعنيه هتكون هي هنا بمثابه صاحب العمل، يعني مش هيبقى فيه شرط يبقى فيه مقاول، فهيكون منها بشكل مباشر للعامل غير المنتظم وهيستطيع انه يحصل على كل الامتيازات. في الوقت يمكن دايما بنتكلم العماله غير المنتظمه كانت اكثر الفئات تاثرا على مستوى العالم، منظمه العمل الدوليه وكل المنظمات المعنيه بمجال العمل اكدت ان فعلا العماله غير المنتظمه في حول العالم صحيح. كله تم تهديدها بسبب ازمه كورونا. نعم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزاره القوى العامله. انتقل مع حضراتكم لموضوع من الموضوعات اللي ايضا عامله جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستحق انها تعمل جدل الحقيقه، ويمكن اتكلمنا كنا في الموضوع ده قبل كده، ما له علاقه بالصور اللي انتشرت قبل ما اتكلم عنها، بس خليني نيابه عن نفسي وعن قناه دي ام سي نتقدم بخالص التعازي في رحيل الفنان الجميل المحترم اللي سيرته طيبه الحقيقه على لسان كل اللي يعرفوه، ما شاء الله يعني كتير بدأوا يتكلموا عن أعمال الخير اللي كان بيعملها، وإن شاء الله في ميزان حسناته، الفنان مصطفى درويش رحمة الله عليه، اللي بنتقدم بخالص التعازي لأسرته ولكل الفنانين وكل أصدقائه، ونتمنى ربنا يلهم زويه الصبر والسلوان. الصورة اللي عملت جدل كانت وقت الجنازة، واللي كانت في لحظة انهيار شقيقه، ربنا يا رب يصبره ويقويه. والصورة اللي التقطت ل فتاتين صحفيتين، مصورتين صحفيتين او مجرد فتاتين، الله اعلم، والتحقيقات شغاله، لكنها صوره حقيقي صعبه، صعبه جدا، صعبه جدا في لحظه زي دي. ويمكن كنت قلت لحضراتكم قبل كده في موضوع ان طبعا يعني ربنا مع البنتين دول، لان الصوره دي على مواقع التواصل الاجتماعي كل الناس، ناس كتير جدا بتشيرها، وتعليقات كتيرة جدا خاصة من الفنانين عن انه ازاي في لحظة صعبة زي دي تبقى الضحكة موجودة بهذا الشكل. موقف حقيقي حتى ولو كان عفوي او لمدة ثانية، حظهم سيء وعثر انه الصورة التقطت بهذا الشكل. و يعني لحظة صعبة على أسرة أي شخص متوفي. ولو بنتكلم على قطاع الفنانين بحكم حضور زملائنا من الصحفيين والمصورين الصحفيين لرصد أحداث الجنازة وما يجري فيها والعزاءات وما إلى ذلك للنقل الصحفي، تباينت الآراء في اللحظة دي مع الصورة دي وما قبلها من أمور. بعض بيقول لك بلاش التغطية دي خالص، بعض بيقول يا جماعة نظموا التغطية عشان ده ما يصحش. على كل حال لو هنقف عند الصورة فهي صعبة، شديدة الصعوبة. واحد اعضاء نقابة مجلس نقابة الصحفيين كان ليه وجهة نظر اخرى، بيقول انه يعني الصورة اثارت استياء فنانين كتير جدا، لكن
وقام ناشر مجموعة من الصور لفنانين في عزاءات مختلفة، والكاميرا رصدهم وهم بيبتسموا أو بيضحكوا. تقرأ ما بين السطور وكأنه إنه طب ما أنتوا بتعملوا كده، ليه متضايقين من مصورين صحفيين لو كانوا مصورتين صحفيتين يعني من إن هم عملوا كده؟ وهنا المقارنة في غير محلها على الإطلاق بكل موضوعية، لأنك أنت كشخص لو موجود في عزاء قاعد جوه العزاء أو واقف بره بتتكلم مع ناس وابتسمت، واقف بره بتتكلم مع ناس وابتسمت دي بتاعتك، قاعد جوه العزاء وابتسمت مش أحسن حاجة خالص، لا يليق يعني لاعتبار مشاعر أسرة المتوفي. لكن في لحظة صعبة زي دي شقيق الفنان مصطفى درويش رحمة الله عليه وهو متأثر بهذا الشكل والمشاعر واضحة عاملة ازاي، لحظة صعبة مستحيل تلاقي فنان واقف وبيضحك، مستحيل، من رابع المستحيلات، مستحيل تلاقي أي إنسان واقف في اللحظة دي وبيضحك، من رابع المستحيلات المفترض، فلا يصح ولا يليق. ولذلك نقابة الصحفيين قالت أنها فتحت تحقيق في الموضوع، شعبة المصورين الصحفيين بدأت بالفعل أيضا أنها تجري تحقيقاتها في هذا الموضوع. وفي هذا الإطار خلونا نعرف تفاصيل أكثر من رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين أستاذ مجدي إبراهيم. أستاذ مجدي مساء الخير، برحب بحضرتك معنا يا فندم. مساء النور أستاذ رامي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، يعني كيف تسير الأمور؟ إيه آخر التطورات بشأن التحقيق في هذا الأمر؟ الأول بس خليني أتقدم بخالص العزاء لأسرة وأهل وأصدقاء الفنان الراحل الأستاذ المرحوم رحمة الله عليه الأستاذ مصطفى درويش، يعني خالص التعازي والألم لوفاته. البداية بس خليني أقول لحضرتك المشهد زي ما حضرتك بتقول أكيد مؤلم وما يصحش، وأكيد مشهد ما يرضاش عنه أي إنسان عاقل. صحيح. ولا يتصوره أي عقل إنه في هذا المشهد المهيب الجنائزي في اللحظة المؤلمة دي إنه يكون في بني آدم بيضحك، يعني حاجة مش متصورة ولا مقبولة أبدا ولا حد يقبلها. يعني حتى وإن كانت لحظة ضعف إنساني أكيد هي كده، هي لحظة ضعف إنساني ما تعدتش جزء من الثانية يا أستاذ رامي. ولو حضرتك شفت الفيديو مش الصورة، لأنه المشهد اللي ظهر للبنتين ده مش لقطة فوتوغرافية، هي لقطة مقتطعة من فيديو. تمام كده؟ الفيديو لو حضرتك شفته من أوله لآخره هتلاقي ده كانت جزء من الثانية، اللحظة اللي البنتين وشهم ابتسم فيها، وفي لحظة تانية خلاص الموضوع انتهى. مع التحقيق معاهم بنت فيهم، على فكرة هما الاثنين مش الاثنين صحفيات، هي واحدة صحفية والتانية مش معلومة دي مين، دي مواطنة عادية ما نعرفهاش، مش حد يعرفها خالص. البنت الصحفية ماسكة موبايلين بإيديها الاثنين بتصور بيهم لجهتين مختلفتين، يعني الكم بتاع الفستان أو الحاجة البلوزة اللي هي لابساها نزل لتحت شوية، بتقول للبنت اللي جنبها ارفعي لي الكم عشان دراعها بقى باين، فالبنت اللي واقفه اللي مش ما تعرفهاش دي بتقول لها وده وقته، فيعني الكم ينزل، فابتسامه عابره في لحظه يعني زي ما قلت حضرتك لا تتعدى جزء من الثانيه. التفاصيل دي يا استاذ مجدي طيب لو تسمح لي، يعني مش تبرير استاذ مجدي، مرفوضه. نعم يا فندم. نعم لو تسمح لي، التفاصيل دي نتيجه التحقيقات اللي تمت من حضراتكم ولا ده في مكالمه هاتفيه عرفتوا بيها الموقف؟ لا يا فندم، ده تحقيق في النقابه النهارده مع البنت والمديره بتاعتها في الموقع اللي هي بتشتغل فيه. نعم طيب، وعليه ايه نتيجه التحقيق؟ يعني النقابه شافت انه الموضوع يعني فعلا هو غير مقصود، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت على زميلنا الصحفي اللي هو عضو مجلس النقابه اللي نشر صور، هو ما نشرش الصور عشان يقول انه ده مقبول وانتوا زي ما بتعملوا احنا هنعمل، لا، هو ده كله مرفوض من اي طرف من الاطراف، ولكن زي ما قلت لحضرتك انه ما كانش في استهانه بالجنازه ولا بانه ابتسامه ضحك وتريقه ولا لحظه عابره في مشهد يعني. طيب يعني بعيدا عن التفاصيل يا استاذ مجدي، انا بسال عن نتيجه التحقيق اللي توصلتوا اليه بعد ما عرفتوا كل هذه التفاصيل، ايه القرار اللي حضرتكم خدتوه؟
القرار لسه لم يتخذ، النقابه بقت في ايديها كل التفاصيل بتاع الموضوع وهي صاحبه الاتخاذ القرار. انا كشعبه ما بحاسبش حد مصور او صحفي باللي عمله، الموضوع برمته بيصل للنقابه، هي صاحبه اتخاذ القرار كويس. المناسب طيب. فيه ناخد الموضوع ناخد الموضوع لمساحه اعم شويه يا استاذ مجدي لو تسمح لي. ويمكن انه في بعض الجنازات والعزاءات لعدد من الفنانين يعني بيحصل بعض المشاكل بعض التحديات، فكانت هناك دائما مطالبة في مطالبات اكستريم شوية يعني متشددة من ناحية انه نرجو عدم التغطية، لكن ممكن نكون في المنطقة العقلانية شوية انه يتم تنظيم الموضوع بشكل او باخر. هل حضراتكم في الشعبة ومع النقابة بصدد انه تجلسوا معا عشان تضعوا كده بروتوكول معين اتيكيت معين لكيفية التصوير والحضور بدون اي تجاوزات ممكن تحصل تضايق اسرة المتوفي او اللي موجودين عشان يتقدموا بالعزاء؟ مع حضرتك كل الحق في اللي بتقوله، وهو ده اللي فعلا تم بالفعل، وده يعني ده مش وليد اليوم، ده للاسف يعني احنا بنسعى في ده من فتره طويله جدا، من احداث كتيره حصلت في جنازات كتيره سابقه، وكنا تواصلنا مع المجلس السابق بانه خدنا خطوات، واحنا ادينا لهم ورقه عمل يعني تم كتابتها من اساتذه وشيوخ للمهنه ومن اراء عديده للبروتوكول كشعبة مصورين، إيه اللي ممكن يتم وإيه اللي لينا وإيه اللي علينا في المواقف اللي زي دي. ويعني يمكن المجلس السابق ما كناش قدرنا نصل إن هو يعني يضع شروط أرجو بقى تعجلوا من هذا الموقف الحالي. المكتب الحالي أو النقيب الصحفيين الحالي وأعضاء المجلس كلهم كانوا مجتمعين ويعني تقريبا ناقشوا الأمر، وفي الاجتماع القادم للمجلس هيكون في قرارات حاسمه في الموضوع ده، امتى هيتم اعتماد هذا البروتوكول ويعني ايه اللي هيتم فيه بشكل واضح وصريح ويعني بشكل ملزم للجميع ان شاء الله. واعتقد بدا النهارده قرار من نقيب الصحفيين لرؤساء تحرير الصحف بعدم تغطيه الجنازات والعزاءات في الوقت الحالي لغايه ما يعني نضع هذا البروتوكول. كويس جدا، بشكرك شكرا جزيلا استاذ مجدي ابراهيم رئيس شعبه المصورين الصحفيين بنقابه الصحفيين. سننتظر يعني هيكون ايه لقاء او قرار عفوا نقابه الصحفيين، بس خليني اقول لحضراتكم ايضا انه الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين استاذ خالد البلشي كان قال انه هيدعو الصحف المختلفه وشعبه المصورين الصحفيين بالنقابه لوقف زي ما اشار كده استاذ مجدي، وقف اي تغطيه للجنازات وقصرها على حدود ضيقة جدا لحد ما يتم وضع الضوابط اللازمة في هذا الشأن، وده قرار محترم جدا ومهم جدا، ونتمنى أنه سريعا يتم وضع هذه الضوابط حتى يتم مصورين الصحفيين يقوموا بدورهم الصحفي، وفي نفس الوقت لا يحدث أي مشاكل أو أي تحديات في لحظة بتكون شديدة الصعوبة على أسرة أي متوفي. والموضوع ده زي ما قلت لحضراتكم احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده مرة او مرتين في مساء دي امسي، لانه بتتعدد الشكاوى الحقيقة من هذا الامر. طيب ننتقل مع بعض الى الحوار الوطني واللي هنطلق غدا بمشيئة الله. مساحة ثقة تسع الجميع هو شعار هذا الحوار الوطني، والمستهدف انه هيناقش العديد والعديد من القضايا، يمكن 113 قضية كلهم بينبثقوا من ثلاث محاور رئيسية وفقا لما ورد إلى الحوار الوطني ومجلسه من قضايا وموضوعات طرحت عليه من المواطنين ومن المشاركين. إيه الثلاث محاور الرئيسية دول؟ محور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. إيه اللي هيحصل بكرة بالظبط مع الجلسة الافتتاحية بقى للحوار الوطني وما سيتبع ذلك من جلسات اللي هتكون ثلاث أيام في الأسبوع على مدار الفترة القادمة لتغطية 113 قضية في كل المحاور الرئيسية اللي أقرها مجلس أمناء الحوار. خلونا نقرأ هذه التفاصيل مع سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. سيادة المستشار مساء الخير، برحب بحضرتك معانا يا فندم.
مساء النور يا استاذ رامي، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، برحب اهلا بحضرتك وسهلا. معانا وبشكرك. يعني انا عارف ضيق الوقت مع الاستعدادات النهائيه لانطلاق الحوار الوطني غدا بمشيئه الله، واللي بتمنى لو حضرتك تدينا كده بعض التفاصيل عن اخر الاستعدادات. طبعا انا كان بودي ان انا اكون مع حضرتك في الاستوديو، ولكن شرفنا ده. بشكرك برضو على حسن تفهمك ان احنا في وقت يعني حرج شويه بالنسبه للترتيبات. مقدرين إن يا شاء الله فندم. بكرة في جلسة افتتاحية لحدث قومي كبير اسمه الحوار الوطني. الحوار الوطني جلسته الافتتاحية بتتصادف مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. إن شاء الله في عدد كبير من المدعوين من جميع الفئات والتوجهات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. يعني الجلسة الافتتاحية هتبقى إذانا بالبداية العلنية للجلسات المتخصصة التي سيعلن يعني عنها إن شاء الله بالتفصيل بكرة. نعم. بكرة العدد كبير، مكان الاجتماع أو الجلسة الافتتاحية سيكون بأرض المعارض في مركز القاهرة للمؤتمرات في القاعة الكبرى، ويعني سنرى يعني التنوع الحقيقي لمصر بكرة من جميع الفئات وجميع الطوائف. نعم سيد مستشار، يعني هل نفهم من كده انه من بكرة هتبدأ عدد من الجلسات، ام غدا سيتم الاعلان عن ما سيتم بعد الجلسة الافتتاحية على مدار الايام القادمة؟ بكرة هيبقى في يعني استعراض لما تم في الفترة الماضية من إجراءات الحوار الوطني. هيبقى في كلمات لرموز المجتمع المصري السياسية ومن الشخصيات العامة. من المتصور أن يبقى في جلستين نقاشيتين، وإن شاء الله سيعقب ذلك بقى الجلسات التفصيلية للمتحدثين. حابب أن أنا أأكد على حاجة مهمة جدا يا أستاذ رامي فيما يتعلق، طبعا بكرة العدد هيبقى كبير والمتحدثين يعني مختارين بعدد أقل طبعا، يعني أكيد مش كل الناس بتتكلم، نعم لكن في الجلسات المتخصصة اللي زي ما سيادتك أشرت وبحق يعني وبتفصيل دقيق، نحن عندنا 3 أيام في الأسبوع، كل يوم مخصص من أيام الأسبوع في محور يتم مناقشته يعني بالتفصيل، فإن عدد المتحدثين والمتناقشين في حدود 30 واحد. نعم يعني على جلسة 3 ساعات علشان نضمن إن يبقى في استماع وإنصات وإمكانية لتبادل الرأي. رائع. ده بالنسبة للجلسات. يعني أنا حابب إن أنا يعني أؤكد إن جلسة بكرة جلسة افتتاحية في عدد من المتكلمين فيها، يعني هيبقى في ترميز يعني وإشارة لرموز المجتمع المصري. وبعد كده الجلسات المتخصصة التي ستتسع المشاركة فيها للجميع سواء كمتناقشين أو حتى حضور ومستمعين، يعني نعم بعدها إن شاء الله على التفصيل اللي سيادتك ذكرته. نعم طيب والجلسات المتخصصة اللي هتكون موجودة بكرة، يعني ايه عناوينها الرئيسية؟ طيب بص حضرتك، ناخد هو معلومة جديدة بقى كمان معايا بالإضافة اللي حضرتك تفضلت بيه. طيب هو بكرة من المتصور أن يبقى فيه جلستين نقاشيتين. الجلسة الأولى هتتكلم عن كيف تم تحديد المحاور والقضايا اللي احنا توصلنا إليها، وعددها 113 قضية على 3 محاور في 19 لجنة. وفي جلسة أخرى يعني هتبقى بتتكلم بشكل أساسي عن الأحزاب السياسية ودورها في مرحلة الحوار وما بعد الحوار. تعرف حضرتك الأحزاب السياسية هي الحاضنة والقاطرة التي تقود أي حياة سياسية صحية في أي بلد. نعم فبالتالي الأحزاب السياسية لديها فرصة حقيقية لإعادة تقديم نفسها للشارع والوطن المصري من خلال هذه الدعوة المتميزة بإطلاق حوار وطني شامل موجه لجميع الفئات الشبابية والسياسية والحزبية. نعم فدول يعني حضرتك بتستدرجني في الكلام وانا مش قادر اقول لحضرتك لا. يعني ربنا يبارك في حضرتك يا رب. طيب سؤالي التالي لو تسمح لي، بعض المواطنين اكيد وهم بيسمعونا دلوقتي عندهم تساؤل، هل فعالية الغد سواء الجلسة الافتتاحية او ما سيتبعها من جلستين هيكون كلهم
بثهم تلفزيونيا الناس هيقدروا يتابعوهم، ولا في جزء هيتم بثه بشكل مباشر والاجزاء الاخرى او الجلسات الاخرى هتكون مغلقه؟ من حق الرأي العام متابعة ما يجري في جلسات الحوار الوطني. لوائح الحوار الوطني ذكرت صراحة إن الجلسات علنية وبتتحقق العلنية بحضور وسائل الإعلام والصحافة، التي يعني أعلن السيد المنسق العام إن هي متاح للجميع الحضور سواء المحلية أو الأجنبية المعتمدة في البلاد. جلسة بكرة مذاعة على الهواء مباشرة، وكثير من جلسات النقاش في الحوار الوطني ستكون أيضا مذاعة على الهواء مباشرة. حابب أيضا أقول لحضرتك إن في ختام كل يوم من الجلسات النقاشية سيكون هناك بيان بيصدر من الأمانة الفنية بيقول إيه الفعاليات وإيه القضايا التي نقشت، ما انتهى منها وما لم ينتهي بعد. وفي نهاية كل أسبوع هيبقى في مؤتمر صحفي للإجابة على تساؤلات الصحفيين، طبعا المنسق العام والأمانة الفنية هتبقى موجودة فيها. ده بروتوكول هيكون متابع على مدار الأسابيع التالية اللي هتشهد كل أسبوع منهم 3 أيام فيهم 4 جلسات. 3 أيام وكل يوم نوع متخصص من الجلسات. لازم حضرتك تسألني سؤال عن أنتوا ليه عاملين يوم فاصل؟ طب ليه مش ال3 أيام ورا بعض؟ كل دي حاجة كانت يعني محل مناقشة داخل مجلس الأمناء. اليوم الفاصل ده هو يوم متروك للمواطنين ولوسائل الإعلام للفهم والتحليل والدراسة وإن إحنا والمتابعة. يعني هيبقى طبعا وسائل الإعلام عليها دور كبير جدا في نقل ما يحدث في جلسات الحوار الوطني للمواطنين. طبعا المستهدف الأول والأخير بالحوار الوطني هو المواطن المصري، ولا يمكن للمواطن المصري إن هو يعني يتابع إلا من خلال وسائل الإعلام. علشان كده احنا بنعتبر حضراتكم يعني شركاء أساسيين في مسألة الحوار الوطني. بالطبع، وده فكر محترم جدا. الحقيقة أنا كنت أظن أن اليوم الفاصل يعني نوع من الراحة ما يبقاش كله ورا بعض، لكن ده بعد محترم جدا أنه ندي مساحة لمشاركة من الرأي العام كله في الحوار الوطني والتفاصيل اللي هيتم نقاشها والتناول الإعلامي وتحليل ما سيدور. ده بعد شديد الاحترام. طيب هل في الجلسات المتخصصة قد يكون هناك يعني دعوة لمسؤولين حكوميين سواء على مستوى وزراء أو مستويات أخرى لحضور بعض النقاشات لمعرفة بعض المعلومات على سبيل المثال أو النقاش في قضية معينة؟ طبقا للوائح المجلس يحضر جلسات النقاش في الحوار الوطني في عدة فئات. الفئة الأولانية طبعا هم المقررين مديرين الجلسة ومجلس الأمناء، يعني لمن يرغب من مجلس الأمناء. أيضا ممثلين الأحزاب والتيارات السياسية حاضرين. أيضا عندنا مجموعة من الخبراء والمتخصصين. عندنا مقدمي المقترحات. فيما يتعلق بالحكومة طبقا للوائح الحوار أيضا، فإن حضور الحكومة اختياري، من حقها أنها تحضر أي جلسة إذا طلبت ذلك، إذا شافت أن حضورها ليه أهمية لتوضيح معلومة أو لتصحيح رقم أو لتقديم دراسة. نحن نرحب تماما بحضور أي مسؤول حكومي، لكن لا نفرض عليه ذلك، إنما الحكومة حضورها اختياري وبناء على رغبتها طبقا للوائح الحوار. ويستطيع مجلس الأمناء أن يخاطب الحكومة إذا كان محتاج معلومة أو ناقصه معلومة. كويس. طيب سؤالي الأخير، وهو السؤال اللي بيدور في ذهن كل شخص مهتم بالحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني، وهو بيتساءل أنا كمواطن إيه المفترض أن أنا أكون منتظره من هذا الحوار الوطني؟ أنت كمواطن من المنتظر أن توصيات الحوار الوطني ينتج عنها بعض الإجراءات والتدابير العملية. هذه التدابير والإجراءات العملية إما ستكون في شكل تشريعات جديدة أو تعديلات لتشريعات قائمة بناء على المناقشات التي تمت، ممكن نرفع توصيات بحاجة زي كده. قد يكون فيها يعني سياسات حكومية جديدة، وقد يكون فيها قرارات تنفيذية. الحوار الوطني في هذا المفهوم ليس حوارا نظريا. مهم طبعا أن الناس تتناقش وتتكلم، لكن أيضا من المهم أن يكون هناك نتائج عملية مترتبة على هذا النقاش. وأظن إن شاء الله يعني هناك أمل كبير وانتظار لنتائج عملية تترتب على
جلسات الحوار الوطني. وهذه النتائج سواء كانت في إطار تشريعات أو بعض الأمور التنفيذية، هل هي يعني ملزمة بالنسبة سواء لمجلس النواب أو للحكومة للتنفيذ؟ سؤال عظيم. ما يصدره الحوار الوطني توصيات، وهذه التوصيات ترفع لرأس البلاد الذي دعا للحوار الوطني، نعم، وسيادته وحده هو صاحب السلطة والحق في توجيه هذه التوصيات. كل اللي احنا بس هنقوله في هذه التوصيات أن هذه هي رؤية المجتمع لترتيب الأولويات، وهذه هي القضايا المتوافق عليها، وهذه القضايا غير المتوافق عليها، وهذه هي الآراء التي ثارت في شأنها. ما سيحدث في هذه التوصيات ده تقدير السيد الرئيس، وله كل الحرية في هذه التقديرات. في الآخر الحوار الوطني وإدارته ومجلس أمنائه ليس بديلا عن أي مؤسسة، طبعا. وبالتالي يعني مجلس الأمناء لن يصدر تشريعات، إنما سيقترح. مجلس الأمناء لن يصدر قرارات تنفيذية، ولكنه سيتناقش ويدعو ويأمل وينتظر يعني مثل هذه القرارات. في النهاية هذه القرارات والتوصيات كلها ستكون في يد السيد الرئيس ليقرر فيها ما يراه محققا للصالح العام. نعم. وسؤالي الأخير لو حضرتك تسمح لي أيضا سيادة المستشار، المدى الزمني، هل في مدى زمني متفق عليه لسلسلة الجلسات التي ستعقد خلال الفترة القادمة للوصول إلى الجلسة الختامية التي ستعلن من خلالها كافة التوصيات؟ مرحلة التحضير قد تكون استغرقت بعض الوقت، لكنها هي المرحلة الأطول والمرحلة الأصعب. كل ما أستطيع أن أنا أقوله لسيادتك في هذه المرحلة إن المناقشات لن تستغرق نفس الوقت بتاع التحضيرات، لكن نقطة النهاية إمتى دي برضو أقدر أجاوبك بعد أسبوعين ثلاثة من النهاردة، على أساس إن طبيعة المناقشات هي اللي هتحدد إذا كان المناقشات ستستطيل أو لن تستطيل. يعني دي مسألة أيضا تقع على مسؤولية التحاورين. طبعا إحنا وضعنا لوائح تضمن جدية النقاشات، تضمن ان محدش يكرر الكلام، تضمن ان محدش يخرج على مؤسسات الدولة، او يعني طبعا حرية رأي والتعبير مطلوبة، ولكن ايضا في حدود الضوابط الدستورية والقانونية. طبعا يعني ان شاء الله ان احنا يعني نصل الى مناقشات يعني منتجة وهادفة، لكن في النهاية الوقت سيتحكم فيه بشكل اساسي المتحاورون انفسهم. يعني توقعاتي مش ممكن نخلص الحوار الوطني في أقل من شهرين، ممكن أزيد شوية، ولكن يعني أنت 3 أيام في الأسبوع، أربع أسابيع، يعني مش أربع أقل من جلسات. شهرين. نعم. يعني لا يمكن أن يكون الحوار أقل من قبل شهرين. يعني شهرين من الآن، ممكن يبقى أزيد شوية. دي حاجة خلي الـ الإجراءات والجلسات تبينها إن يعني. شاء الله بإذن الله كل التوفيق لحضراتكم في التحضيرات النهائية للجلسة الافتتاحية غدا بمشيئة الله، ولكل الأمور اللوجستية بقى والإدارية خلال الفترة القادمة، وبنتمنى كل النجاح للحوار الوطني وكل المتحدثين وكل الموضوعات الهامة اللي هيتم النقاش بشأنها لتخرج توصيات قوية ومهمة تصب في مصلحة مصر والمصريين. أشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار، كل التقدير على يعني السماح لنا بهذا الوقت، وإن شاء الله كده يكون الفترة القادمة لنا لقاء بقى، حضرتك تنورنا في الاستوديو إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شرف تحياتي لي. لحضرتك. تحياتي لحضرتك سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. لو عندي بس نقطتين هتكلم فيهم في موضوع الحوار الوطني بالنسبة لكل الحاضرين والمتحدثين، أتمنى إن كل إنسان يقول ما بدأ له من آراء في كل الجلسات، وأن يحرص على ما قل ودل عشان نقدر إن احنا نكسب وقت بقدر الإمكان عشان يتحقق المرجو من الموضوعات اللي هيتم النقاش بشأنها، اللي مواطنين كتير منتظرين يشوفوا النقاش هيدور في الوضع الاقتصادي مثلا إزاي، أزمة التضخم اللي موجودة، موضوع الاستثمار، موضوع القطاع الخاص، موضوعات كتيرة جدا جدا، لأن هنا يمكن ركزت في المنطقة الاقتصادية شوية والمنطقة السياسية
مهمه والمنطقه الاجتماعيه مهمه، ثلاث محاور اهم من بعض الحقيقه. فاتمنى كل التوفيق لكل الحاضرين في تقديم اراء مفيده وما قل ودل، لنضمن بشكل كبير جدا اكبر مساحه للحاضرين للتحدث وابداء الاراء والخروج بافضل توصيات بمشيئه الله من خلال هذا الحوار الوطني في كل جلساته بخصوص ال 113 موضوع اللي هيتم النقاش بشانهم. فاصل مشاهدينا الكرام، وبعده نستكمل معا اخر واهم الاخبار، فارجوكم ابقوا معنا. التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بالفريق الركن محسن محمد حسين الدعري وزير دفاع جمهوريه اليمن والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية اليمن بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. يعني دي كانت رحلة مختصرة بدأت من سنة 2002 تقريبا، سبب بيها بصمة في أعمال كثيرة جدا واشتغلت مع نجوم كبار جدا، ثم في رمضان 2023 تألقت وتلعلعت في فاطمة في سر البتع ونرجس في جعفر العمدة، لدرجة أنه يعني الواحد قلقان بصراحة وقاعد معاها دلوقتي، ولدرجة أنه أصحابها اللي هم يعرفوها كويس جدا بقوا بيروحوا لها بكياس ملح، مش كده ولا إيه؟ نورانا النجمه منى فضالي، اهلا بك يا نرجس. ربنا يخليك، ميرسي يا رامي. بذمتك من ساعه المسلسل لحد دلوقتي كام حد بيقول لك يا منى وكم حد بيقول لك يا نرجس؟ مفيش منى خالص، مفيش دلوقتي منة، كله نرجس. انا كله دخلت عندك عايز كده بقت كده. ده طبيعي ومتوقع. لا والله مش للدرجه دي. انا بس قبل اي حاجه انا عايزه اعزي صديقي بجد، صديقنا كلنا وحبيبنا، و احنا افتقدناه فجاه كده، واحنا كنا انا بصراحه صحيت مخضوضه جدا، كنت فاكره ان الموضوع حد بيهزر اشاعه. وللاسف كمان كنت في الشارع وسايقه وكنت هعمل حادثه حقيقي. مصطفى درويش يعني مشي فجاه وما كانش عيان، ومن اجدع الناس اللي ممكن واحد يشوفهم ويتعامل معاهم، وقد ايه حد محترم وقد ايه طيب، وكان جدع مع كل زمايله وبيحب كل الناس. ربنا يرحمه وهيوحشنا بجد يا رب، وان شاء الله في مكان افضل. يعني ده حقيقي ما شاء الله من بعد رحيله، واللي خلانا نطمئن انه في مكان افضل. يعني كم من الناس اللي تعرف اعمال الخير اللي هو بيعملها اللي عمره ما اتكلم عنها ولا حد يعرف عنها حاجه، فربنا يجعلها في ميزان حسناته باذن الله في الجنه ان شاء الله يا رب. طيب خلينا ابارك لك على رمضان 2023 والنجاح الساحق اللي تحقق بجعفر العمده وشخصيه نرجس، ويمكن لما بهزر معاك يقول لك كم حد بيقول لك منى وكم حد بيقول لك نرجس، من كتر ما اقنعت الناس بالدور بقوا كلهم شايفينك نرجس. دي حقيقه، شايفينك منى خلاص. لا خلاص، انا فعلا انا تقريبا الناس ما بيقولوش منى خالص، حتى اللي بيجوا يسلموا عليا ازيك يا نرجس منوره يا نرجس، بقيت قلت على فكره انا اسمي منى، يعني كده الوضع ما بقاش لطيف ابدا بالنسبه لي. انا مبسوطه قوي انه شخصيه علمت مع الناس ونجحت نجاح كبير انا ما كنتش متوقعه، بل بالعكس انا كنت متخوفه منه جدا. و عشان قصه الاعمال والحاجات دي، مش كمان اعمال، انا اول مره اعمل كوميدي يعني مش سكتي. انا طول الوقت بعمل دراما، فدي اول مره بعمل كوميدي، فكنت خايفه قوي، ويمكن استاذ سامي هو اللي ساعدني في الموضوع ده، ان هو قال لي مش هنعمله كوميدي، قال لي شوفي انت بتهزري معانا طبيعي في اللوكيشن، قال لي خليكي عادي احنا بنتكلم من الجد، هو الجد ده اللي هيجيب ضحك، لان هي طبعا تفكيرها على قدها وكده، فالموضوع هيبقى باين جدا. فيمكن ده اللي ساعدني، هو بصراحه ما كانش بيسيب مشهد
والحمد لله نجح نجاح اللي ما كنتش متوقعه ده بصراحه. الحمد لله ما شاء الله. وشفت ازاي بقى ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني طبعا هو كلها اشادات كتير، بس عملتي بقى جدل كتير كده، الناس قعدت تتكلم شويه عن موضوع الشفايف وبتاع. ايه قصه الشفايف؟ كان لازم نعمل شويه حاجات. ما هي شفايف ايه والله. كان لازم نعمل، لان هو اوريدي استاذ سامي عامل في الورق انه هي بتروح عند واحده فروكسي تعمل شفايفها، والمفروض الضراير بيعملوا بقى عليها افيه يعني. فكل شويه انا لازم اقعد اعمل لهم كده كده وحاجات كده. فكانت لازم تبقى معموله طبعا. طيب لما قريتي الشخصيه على الورق خفتي تعمليها زي ما قلتي؟ كنتي قلقانه منها شويه؟ هل بس الموضوع ان فيها سنه الكوميدي او الدم الخفيف اللي بتعبر عن زي ما انت قلتي كده ان يعني خلفيتها العقليه الثقافيه ضعيفه؟ لا ما خفتش اعملها. بص انا دايما لما اجي اشتغل مع استاذ سامي لو مشهد هعمله انا ببقى واثقه فيه جدا، واي حد بيثق فيه، لانه هو بصراحه مخرج متميز وعنده امانه. عنده امانه على الممثل، بيخاف على الممثل. صح. وبيحبه جدا، بيطلع من الممثل طاقه عظيمه، وما عندوش تفرقه يعني. كل الناس عنده واحد، كل اللي يهمه ان الممثل يطلع احلى ما عنده. يعني حتى لو ما بيمثلش، ما بيعرفش يمثل، هيخليه يمثل. انا كنت متخوفه بس انه يبقى دمي تقيل، لانه انا ما جربتش ان انا اعرف انا دمي خفيف ولا لا. يعني انا اصحابي في بره الشغل يقعدوا يقولوا لي منى دمي خفيف ليه ما بتعمليش كوميدي، مع اني عمري ما شفت نفسي ان انا دمي خفيف. فدي بس كنت قلقانه منها. قلت له طب هضحك؟ قال لي هتضحك جدا. هو طول الوقت يقول لي هتضحك جدا، فكل مشهد الاقيه خارج ميت على روحه من الضحك. قال له ده انت بتضحك بجد؟ فطمني. اصلا ما بتفرجش على المونيتور. يعني انا عمري ما رحت اتفرج على مشهد ليا بعد ما بخلص. ما بحبش، او بمعنى صح ما بحبش اتفرج على نفسي. دايما بنتقد نفسي طول الوقت، ان انا بشوف نفسي ان انا ما بعرفش امثل. فعشان كده ما بحبش اتفرج على نفسي ابدا. اسمع بس الفيدباك من بره انه كويس وحش كده يعني. فتطمني. بس كده. طيب لما قريتي شخصيه نرجس على الورق هل كنت متوقعه النهايه بالشكل ده؟ لانه انا مثلا واحد من المشاهدين ما كنتش متوقع. واللي قلت لك اقوله لك على الهوا، ما رضيتش اقوله لك قبل الهوا، انه اللحظه اللي جعفر راح فيها النرجس كنت متخيل انها هترجع معاه. ما كنتش متخيل انها تثبت على موقفها ولا وانا كده احسن ومش عايزه ارجع مره تانية وكده. لا هو كان لازم يبقى، لان هي اتكسرت كتير، ويمكن هي الشخصيه الوحيده من مراتاته اللي هي دايما كانت بتكسر حقها. دايما بتتهان، دايما بيحسسوها انها قليله. حتى امه دايما ما بتيجي هي تتكلم عايزه تفرض نفسها، فتقولها اسكتي يا مقيحه، دايما تكتمها. فهي حست بنفسها. صفصف ما كانتش سايبه حد ما شاء الله. هي صفصف دي قضت علينا كلكم. بس صفصف تعمل اللي هي عايزاه. هي كان لازم يبقى رساله ان لازم الست يبقى عندها كرامه. تحس بنفسها، لان هي كانت كويسه وكانت بتحبه جدا ومش طمعانه فيه، بل بالعكس هي كان كل هدفها ان عايزه تخلف منه وعايزه تعيش معاه بس، ومش عايزه اي حاجه ثانيه. عايزه ليله زياده، عايزه ما اعرفش ايه الحاجات اللي هي تفكيرها كده. عايزه تاخد السبوره كلها. عايزه اخد السبوره. ما انا كنت بحسبهم ثلاثه وسته. ف ده التفكير. فهي ما ينفعش انها كانت ترجع ابدا. يعني احنا حتى واحنا بنعمل المشهد ده انا كنت بعيط، فاستاذ سامي قال لي لا ما تعيطيش. قلت له انا حسيت اني عايزه اعيط، لانه انا حاسه ان هو عايز يرجع لي، فطبيعي لازم ابين له ان انا عايز ارجع بس مش هينفع. قال لي لا ده انت سايباه عن قناعه وموافقه جدا، بل بالعكس هتهزري معاه. فرحت قايله له ايه، ان النسيان ما بيجيش غير بالبعد. قال لي شفتيها فين في المسلسل كده. فيعني هي بتبقى كده. ففعلا طلعت حلوه جدا. حلو. اكيد تابعتي ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي والناس كتبت ايه، واستعالي كمان نشوف راي الناس في الشارع. تمام. كان ايه في نرجس. تمام. يلا بينا. ممثله هايله جدا يعني، انا شايفها متقنه للادوار اللي هي بتقدر تمثلها، بس هي يعني اعمالها مش كتير. والله اقول لها استمر في الادوار اللي انت ماشيه فيها، وعايزينك دايما نشوفك على الشاشه ان شاء الله. منى فضل لها كويسه جدا، جميله، تمثيلها حلو اصلا، ربنا يوفقها وينجحها اكتر من كده ان شاء الله. كويس جدا، بنوته طيبه كده، وربنا يكتب لها الخير يا رب بعد جعفر عمر.
والله بنحب جدا وعايزين نشوفك كل سنه، ويا ريت يبقى في كل المسلسلات منى فضالي بصراحه. لا دورها كان كويس جدا، وهي بصراحه عملت دور قوي جدا في المسلسل، احنا بنشكرها، عملت مسلسل كويس جدا بصراحه. اول مره تطلع غلبانه كده ومش بتاعت مشاكل و ما شاء الله عليها، يعني دورها حلو كويس ليها، تستمر في اعمالها كده الهادفه، وان شاء الله ربنا يكرمها باذن الله في اللي جاي. كانت جميله قوي والله. لا كويسه، هي حبت ان هي بقى ما كانتش رافضه ان هو يبقى في جدول، وقالت لك ان انا ما ابقاش حابه ان يبقى ليا ثلاثة ضراير. والله هي ادت الدور كويس جدا، وبالذات يعني ان هي كمنا متعودين عليها ان هي البنت الشقيه، وجميله ان هي تطلع بدور زي ده واعمال سفليه وحاجات زي كده، فهي ادته كويس جدا يعني، وبالذات في اللي حصل في اواخر المسلسل في الظلم اللي هي تعرضت له، كان حاجه جميله بصراحه. بينت للناس ان هي عندها كرامه في الاخر، لما جعفر عنده ما كانش بيهتم بيها، يعني بقول لها ان هي فنانه كبيره جدا وربنا يوفقها في اللي جاي ان شاء الله. لا كانت عامله دور كويس قوي، وممثله كبيره، فنانه كبيره، وقدمت دور كبير جدا في مسلسل جعفر العمده، وان شاء الله بالتوفيق ليها في اللي جاي. ان هي اختارت القرار ده ان هي لا انا عايزه الاستقرار، حتى لو ده يعني هيخليها تخسر حاجات تانية، بس هي اختارت ان هي انا عايزه انا ده، انا مش عايزه اكمل بقيه حياتي، فبالنسبه لي دي حاجه كويسه جدا. عايزه اقول لها يعني بجد الدور بتاعك كنت عاملاه حلو وكويس يعني، واستمري على طول. الجيل الصغير واخد باله من الموضوع ان هي سابت طبعا لازم كل البنات يبقى عندها كرامه. طب ايه رايك في اللي قال انه انا مبسوط انه اول مره اشوفها ما بتعملش مشاكل؟ هعمل ايه طيب؟ بتعمل مشاكل على طول ولا لا؟ هي في الادوار بس لازم يبقى فيه شويه سبايسي. ايه رايك طيب في والله انا بقول لهم ميرسي والله بجد، انا انبسطت والله جدا واحرجت كمان، انا بتكسف جدا عايزه اقول لك، فبقول لهم ميرسي يعني، يا رب اقدر اقدم حاجات نفس المستوى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب بمناسبه الاعمال والسحر والشعوذه يعني، ما بس عايزين نطمن على منى. جبت ملح معاك؟ منى فضالي هو تحت الترابيزه في ناس ملح كتير، خلي بالك زي اللي اصحابك بيجيبوه عندك البيت. لا لا ملح خشن بجد، مش هزار، كيس ملح وش بجد اصحابك بيعملوا كده؟ والله انا اتخضيت، انا قلت لهم لا انتوا كده بتستهبلوا بقى بجد. انا اتخضيت بجد، ايه اللي داخلي بكيس ملح ده؟ طب وفي الشارع لما الناس بتشوفك بتعمل ايه؟ لا لا ده موضوع تاني، انا عايزه اقول لك انا ببقى عايزه اجري والله العظيم، مش بهزر مثلا، انا طبعا عارفه ان ده حب، بس انا بخاف، انا من النوع اللي بخاف، ما ببقاش قصدي ان انا اجري ولا حاجه. بس التجميعه اللي بلاقيها فجاه دي بتخض جدا كل شويه، ايه يا ست انت؟ ايه مش عارفه تجيبي العيل وتخبيه؟ معلش المسلسل الجاي، انا ما بقاش عارفه ارد. بس انا مبسوطه قوي انه الناس حابه الشخصيه ومتفاعلين معاها وبيتابعوها، وفي ناس بتعيد المسلسل تاني، فانا مبسوطه طبعا الحمد لله. طيب منى فضالي بقى، يعني منى فضالي مش نرجس، أيوه. علاقتها ايه بالاعمال والسحر والشعوذه؟ لا ماليش في الحاجات دي خالص خالص، ما بعتقدش بيها ابدا، لا 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 ابدا. طب حسيتي في مره انه ممكن يكون اتعمل لك عمل او حاجه كده؟ يعني زمان اتقال ان انا حد عمل لي عمل، بس طبعا كانت حاجه تافهه كده، وبعدين انا اصلا ما بقعدش اصدق الكلام ده. يعني ايه حد هيعمل لحد عمل علشان ما اعرفش ايه التفاهه دي؟ يعني احنا الحسد مذكور في القران طبعا، والسحر طبعا، بس يعني ما اعرفش ايه بقى موضوع الاعمال والحاجات دي، ما ماليش فيها يعني، ما بصدقهاش عمال، بحس ان تفاهه. تشغليش بالك بيها. لا لا لا. طب كويس الحمد لله، ما تقلقش، طمن عليك، انا بس حبيت اطمن برضو عليا وعلى زمايلي وكده. لا 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 ما تقلقش، وعلى اصدقائك ان هم بخير. لا 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 ان شاء الله، هم كلهم كويسين. يعني طيب عايز اقول لك بقى كمان انه صفصف عملت فيكي ايه؟ احكي لي على صفصف. لا بص، وصفصف في الكواليس طبعا، لان ده هلا زي العسل ما شاء الله. لا بص، هلا صدقي دي مش هزار بقى، سيبك من صفصف، انا بعشقها عشق. انا بعتبرها صاحبتي يعني الانتيم، مش هزار. في ناس هتقول لي في فرق، لا هي مش فرق، ده بالعكس. هلا طيبه جدا، بتحب الناس كلها من قلبها، تخدم الناس كلها من قلبها. جدعه وراجل جدا جدا. مش قادره اقول لك هي طول الوقت، هي بس زنانه قوي في موضوع ان انا عايزه اتجوز طول الوقت دي. ارحمي امي بقى. وانت واخده موقف ولا ايه؟ انا واخده موقف جدا بجد والله؟ جدا. ليه؟ كده انا اتعودت ابقى لوحدي ومبسوطه كده،
مش بحب حد يجي يتحكم فيا، ما بحبش. ولا ما جاش ابن الحلال اللي يملى عينك؟ لا لا، حتى لو جه يعني يجي كم حد جه، بس انا خلاص تعودت انا ابقى لوحدي. ما بحبش حد يجي يقول لي انت جايه امتى، رايحه الساعه كام، انا بصور اقعد كل شويه اكلمك في التليفون انا جايه الساعه كذا. طب ولو واحد متفاهم ظروف شغلك ده، لو بقى في واحد في 10 من 100 يعني نو واي دي. انا بقول لك يعني اعتبري انه جه الشخص اللي حاسه ان هو مناسب ومتفاهم و يعني ممكن افكر ساعتها ممكن. اه يعني مش واخده موقف اهو، بس يعني الى حد ما واخده موقف بنسبه 70% كده يعني. وال 30% اللي هي على ما تفرج ان شاء الله لو جيلنا هنشوف يعني يمكن ربنا يعني مش واخده موقف نص كويس. طب تيجي نشوف لك مشهد كده من المشاهد اللطيفه جدا مع صفصف. اه يلا بينا. طبعا تحت السرير. يلا بينا. والله العظيم ده انا بحبك قوي يا حاج، بس انت اللي مضطهدان. هو ليه يا حاج؟ ليه يعني انا من دون العمارات جابر مضطهدان؟ ولا يعني هو الابيض والكلام نجس؟ لا تعالي يا اختي في حضن خالتك، تعالي. ولما انت بتحبيني امال جايه تهببي ايه في انصاص الليالي في الغياب عندي؟ طب هقول لك بس ما تضربيش هناك. قولي. طب سيبيني عشان اقوم. لا هقول لك. ها انطقي يلا. اصل الدجاله اللي اسمها رغاوي قالت لي ان انا متسقسقلي عمل في عبايه زرقاء من العبايات بتاعتك، متسقسقلي انا مش انت، وعايزه انا اجيب العبايه دي عشان تفك لي العمل. والدجاله اسمها رغاوي؟ اه والله انا مش مصدقاني. تعالي معايا. هاج هاج مش عشان العمل. طيب عشان اقابل رغاوي. يا لهوي يا حضره. ايه انت لابسه عبايه زرقاء؟ بتقولي ايه بقى يا اختي؟ بقولك بتنبئ بالمستقبل. وده ما تنبأتيش به ليه؟ مش ده مستقبل ولا مش مستقبل؟ ده ها ما تنبأتيش به ليه؟ ده تاني ما هو ده مستقبل. بس يا ابني يا خرفانه يا كذابه يا حراميه يا نصابه. يلا يا بيت. انا عندي سؤالين على مشهدين. المشهد اللي في الاوضه ده انا سمعت ان انتوا عدتوه كذا مره. لا لا لا، ده احنا عدناه بس من الضحك. بس من الضحك. اه لكن احنا في نص الكلام اصلي ما كانش موجود، بس احنا قلنا كده. اه والله سيبيني. في جزء ارتجالي. سيبيني طبعا من كتر الضرب اللي ما كانش موجود برضه كان ارتجال. وبعدين طلع فرهدتني يا حاجه، دي طلعت كده. وبسبب الضحك قعدت كام مره؟ احنا لا اصل قلم ملهاش حل في اللوكيشن، ملهاش حل ده بجد. يعني ما تعرفش تعمل مشهد سليم. بنضحك كلنا. والله مش قادرين. وبعدين هي بصراحه ما شاء الله يعني الابيلتي بتاعتها فظيعه، ملهاش حل. حضور غريب جدا، بتبص في وشها بتضحك، هي كلامها كمان غريب. مش قادره اقول لك. لا الشغل مع هاله صدي ممتع. والضرب في المشهد ده كان بجد؟ اه بجد والله؟ بتاع رغاوي؟ اه لا قبل رغاوي. اه لا هي ونرجس. آه طبعا ده كان بجد. اه طبعا الشبشب، خد الشبشبي. وبتاع رغاوي؟ لا ده كان قلم بجد؟ ده ثلاثة بجد؟ هي اصلا مش عايزة تبص لي لان انا ميتة على روحي من الضحك. موقف ده حصل في اللوكيشن. مدام عفاف دخلت عند الأستاذة هالة، فأستاذة هالة بتحب الحرنكش، فقالت لها اديني شوية حرنكش يا هالة. فقالت لها طيب. فراحت ايه؟ أكلت الحرنكش كله بتاع مين؟ بتاع أستاذة هالة صدي. فقالت لها كلتي الحرنكش؟ طيب. فهي دخلت قالت لي هي هتتضرب بالقلم، هي وحظها بقى. فجأة لقينا قلم في التاني في التالت. قالت لي عشان تبقي تاكلي الحرنكش بتاعي. ده كله بسبب الحرنكش. اصل احنا انا لقيت استاذ سامي خارج، كل اللوكيشن نزار، كل الناس خارجين، احنا ميتين على روحنا من الضحك. وانا مش عارفه ابص، انا كل شويه اعمل وشي كده مش قادره لان هي هتعيد وهي مش عايزه تبص لي. هتضحك عشان ما تضحكش. قالت لي انت، قالت لي اخرسي خالص حد يجي. لا فظيعه.
فظيع. طيب تعالي نشوف مشهد بقى من الكواليس ما بينك وما بين مدام هالة صدقي. ماشي. حبيبة قلبي. حبيبة قلبي. بنوتتي. انت الحبيبة. اجمل وش على الشاشة. ونبيتي القمر. من يسيبك من شخصيتها بس انا بموت في وشها من بص بقى الضحكة والمياسة بقى اجيبها من شعرها. اجيبها من شعرها. دي القلب والله العظيم. القلب القلب القلب. البنت دي عاملة دورين حلوين قوي السنة دي في رمضان استنوها عاملة شغل 10 على 10. وانت يا نهار. طب بس بس. حموتها. كان في ضرب بعد التصوير ده ولا لا؟ لا لا مفيش. طب الحمد لله. سمعت انت بتقلدي صفصف كمان؟ انا بقلد صفصف؟ سمعت. لا ده انا عملت لها بس اللي هو بتاع لو نسمع لصفصف لو نسمع لصوت. انا بعت لها اصلا الفيديو قالت لي كمان مش كفاكي الاعمال اللي انت عاملاها لي كمان بتقلديني. طيب بما انك قلدتي الحته دي تعالي نتفرج عليها بقى في الفيديو اللي انت عملتيه ونطلع لفاصل ونكمل حوارنا بعد الفاصل فارجوكم ابقوا معانا. لو نسمع لصفصف لو نسمع لصوت الحكمه انا الملكه لو نسمع لصفصف. دي بيحمل صبغة اجتماعية مختلفة لأن العنوان عن الإعلام ومعالجة قضايا العنف المجتمعي، القضايا اللي هي صارت في الفترة الأخيرة وبقى ليها يعني انتشار واسع وجرائم غير مسبوقة بنشوفها في المجتمع المصري والمجتمعات العربية. نأمل إن احنا نوصل من خلال مؤتمرنا النهاردة إن شاء الله لكود مهني يفعل أداء المعالجة الإعلامية لقضايا العنف المجتمعي. الإعلام هو شريك أساسي لوزارة التضامن وإحنا دايما بندعو الإعلام أن يكون شريكا مساهما حقيقيا في تعزيز الفكر الإيجابي في المجتمع، أن يكون مسؤول عن تقصي المعلومة والخبر وليس فقط عن نقلها. طبعا قضية العنف المجتمعي قضية مثارة في هذه الأوان بشكل كبير، وممكن احنا ممكن من الصدف اللي احنا يعني ناقشناها في مجلس الشيوخ الفترة اللي فاتت وعملنا عليها تقرير كبير من كافة الزوايا مش من كافة الإعلام مش من زاوية الإعلام فقط. الناس زي ما تتكلم على الدور السلبي في سلبيات في سلبيات، لكن هل السلبيات هي سبب العنف المجتمعي طول الوقت؟ أنا ما أعتقدش. إن أنت لو تيجي تحط أسباب العنف المجتمعي وفقا للتصنيف، وأنا قلت لكم إن إحنا في مجلس الشيوخ عملنا دراسة وبالتالي استمعنا إلى كل الجهات وفقا للتصنيف، ما تلاقيش إن الإعلام سبب رئيسي او سبب مهم في الموضوع. احنا ما بنقولش الاعلام سبب المشكله، احنا بنقول الاعلام لازم يساهم في حل المشكله، وهو هذا هو الغرض من عقد المؤتمر، ان احنا فعلا عندنا ظاهره ولابد ان احنا نعالجها. مين اللي هيعالجها؟ هو انتوا الاعلاميين، انتوا كريمه المجتمع الاعلامي، انتوا اللي تستطيعوا انكم يعني تضعوا الحلول المناسبه لمثل هذه الامور. مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، ولسه منورانا نرجس جعفر العمدة النجمة منا فضالي، أو نرجس المعروفة بمنا فضالي، إنها معروفة دلوقتي نرجس أكتر الحقيقة. فخليني أرجع معاكي بقى كمان بس لجانر تانية خالص كنت موجودة فيها في رمضان 2023، سر البتع ودور فاطمة، واللي يمكن أديتيه برضو بتميز شديد وعبرتي عن حالة ووجع زوجات شهداء كثر بهذا الدور والمشهد فقدان الزوج. برضو قريتي لما قريتي الدور شفتيه ازاي، وخصوصا وانه يعني ما نقدرش انه مساحته كبيره. مظبوط. اولا انا كنت مبسوطه قوي انه بشتغل عمل من اخراج استاذ خالد يوسف، بلس انه هو بصراحه لما جابني في المسلسل كان مخيرني ان انا اختار بين دورين، وانا بصراحه اخترت فاطمه. هو حتى قال لي ان دور صغير، اشمعنى اخترتي فاطمه ما اخترتيش الدور الثاني؟ قلت له ده حاساه هيمثل اللي هم كل الزوجات اللي فقدوا ازواجهم وعندهم اطفال وبقت ارمله بدري واعتقد انه حته انه تكريم الشهيد دي كمان بتبقى مهمه جدا. ف
فانا حاسه انه دي بالنسبه لي هتبقى قريبه لمنا. يعني انا دايما بحاول ادور على حاجه تبقى الناس تحبها تتعاطف معاها، حتى لو هعمل حاجه شريره يا اتكره قوي قوي يا اما لازم اتحب قوي. وبصراحه الدور خدمني جدا، وكتير من زوجات ناس كتير قوي لقيتهم بعتوا لي مسجز على السوشيال ميديا عندي، ف انبسطت حقيقي وقالت لي وجعت لنا قلبنا، ولأن فعلا والمشهد ده بالعكس اللي انا عملته ده ما كنتش محضره له للاسف. واستاذ خالد فاجئني كنا هنعمله يوميها، كل يوم يقول لي هنعمل المشهد ده فبقى جاهزه. فجاه جه في يوم هو احنا انا مش جاهزه فيه، قال لي احنا هنعمل مشهد النهارده، وانا اليوم كله عمال اضحك. قلت له ايه ده مش نافع اعمل، عايز اخش في الحاله فجاه. فعملنا مشهد قبليها انا وصفوت، وبعديها على طول عملنا مشهد الموت. كويس جدا. طيب شوف مين الفويس نوت اللي جايه. لفي داني. امال ايه، يلا بينا. افتكر لمنى حاجات كتير، يعني وهي صغيره كانت تقف في البلكونه ترمي للاطفال والعيال في الشارع، ترمي لهم الذهب واللعب بتاعتها، واقعد اعيط وادور على الحاجه بتاعتها انزل اشوفها تحت. فده موقف من المواقف. مامتك ليها كل التحيه والتقدير. شكرا يا ماما، ما ارجع لك بس. ايه ده؟ كنت صغيره. الحاجات من البيت وذهب و... اصل هما كانوا بيلبسوا لي ذهب كتير وانا صغيره، وانا بتخنق. يعني اختلفت الموازين دلوقتي، بلبس ذهب كتير. لا كنت لسه هقول لك لو بتخنق ارميهم دلوقتي. لا دلوقتي صعب. ذهب غالي. لا زمان بتخنق قوي جدتي، ولازم خرزه زرقاء ولازم مش، انا بتخنق بقى. فانا بلاقيهم تحت اروح اقول له خده اقعد ارمي بقى ونظر. طب هعمل ايه؟ بتخنق ولا وقع مني فيا حرام ماما تنزل تقعد تدور على الحاجه. في حاجات بتروح طبعا في الرمل بقى وحاجات كده يعني. يعني ولما اكتشفت ان انت بترميهم عملت فيك ايه؟ خلاص بقى. في كان انا عندي مليون عقاب. ماما دايما بتحب تحرقني بالشمع. تحرقك بالشمع؟ اه والله. ده بجد والله؟ ده بجد. ده تعذيب مش عقاب. ده تعذيب. اه والله كنت تعذبني. على الضحك. انت بترديها لها ولا ايه؟ حرام عليكي. طيب تعالي نشوف الفويس نوت اللي بعدها. مش داني؟ امال لا بجد. يلا بينا. كان في مرة أنا ومنا خارجين نقابل مجموعة من أصدقائنا، فواحنا على نص الطريق في المحور منا قررت إن هي مش عايزة تخرج وعايزة ترجع عشان مش عايزة تقعد في مكان فيه دوشة. فقلت لها خلاص أوكي، بس لازم نقول لهم حاجة مقنعة عشان هم ما يزعلوش. قالت لي خلاص أنا هتصرف. مسكت التليفون، توقعت هتقول لهم كوتش نايم أنا تعبانة وهرجع، لقيتها بتقول لهم إن إحنا خبطنا واحد على الطريق وتقريبا موتناه وسبناه وجرينا. فاداء منا كان عالي قوي لدرجه ان هم صدقوا. فالمهم روحنا لقينا نانا، فقلنا لازم نقول لها نفس الكلام عشان لو هم اتصلوا يطمنوا علينا. طبعا رد فعل نانا كان مختلف، إيه انتوا لازم ترجعوا، انتوا ازاي تعملوا كده؟ فضلت تزعق فينا واحنا مش عارفين نرد نقول ايه ونرجع لمين اصلا ومفيش حاجه. فانا منا قالت لها خلاص انا بكره الصبح هتصرف واشوف حد يعني يوصلني لو في لو يعني هو راح مستشفى او حاجه ونتواصل معاه، وممكن ما يكونش جرى له حاجه وهو قام وعادي. ففضلنا يومين حرفيا انا ومنا خايفين ننزل الشارع لحسن يكون في حد خبط حد فعلا وموته، واحنا يعني نتحمل مسؤوليه الموضوع، احنا ما عملناش حاجه. حاجه ثانيه ما تعرفهاش عن منا ان هي صعبه جدا في السفر. هي تحكي لكم بتعمل فيا ايه انا ونانا لما بنسافر. بس هي بتصحى يعني بتنام متأخر جدا الساعة 6 وتصحى كل يوم الساعة 8 الصبح، نقعد على البحر من الساعة 9 للساعة 6 المغرب ده يوميا لحد ما نتحرق في الشمس. ففي مرة اتحرقنا بزيادة ورحنا جبنا كريمات من الصيدلية. فأنا قلت خلاص بقى منا أكيد مش هتصحى تاني يوم الصبح بدري بقى، خلاص هي مش هتقعد في الشمس خالص. فلقيتها بقى الساعة 8 الصبح صحية تاني يوم عادي خالص بتصحيني ويلا ننزل نتحرق تاني ونقعد 4-5 ساعات في الشمس. إيه ده؟ انا هحرقك يا منار حرقك. إيه ما انت حرقتيها حرام، انت بتشتكي. ده احنا لسه في سفريات كتير لما اطلع لك. اصبري. طب يعني قبل منطقه الحرق بس والشمس ايه الافكار الجهنميه دي؟ ما انا يعني يوم ما تعتذر ان انت مش رايحه مشوار. مش عارفه. بص انا ما بعرفش اكذب، هي دي بقى المشكله. ما تعرفيش تكذبي فتقومي الكذبه تبقى بالشكل ده. ما انا بقى مش عارفه اعمل ايه، مش عايزه اخرج ده حقيقي بجد. وبعدين احنا زحمه وناس كتير، ما بقتش احب اخرج كده. فلقيت نفسي ايه، طب اصبري بقى، لان انا قلت لهم انها راحت عليا نومه هيزعلوا جدا،
ولو قلت لهم ان انا مش قادره اجي هيزعلوا اكتر. فقلت لها لازم نشوف. قلت لهم انا عملت حادثه وموتت حد بس. طب ما تخليها عملت حادثه بس ليه؟ ما ليه اكلت حد؟ هي كده. فاحنا كنا فعلا خايفين يكون في حد عمل حادثه فعلا يوميها وتلبسوها. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني بس كده. لا يعني بعد كده اعتذري وقولي مش قادر اجي. بطلت والله. اهون مني. عايزه اقول والله ما بروحش خالص. انا ما بهزلش. بطلي كدبه مني. بطلي كدبه مني ما يصحش. الله يعملها. طيب فاضل لنا فويس نوت يا جماعه صح؟ يا نهار ابيض في تاني؟ يلا بينا. فويس نوت اخير. اقوى موقف حصل مع منة فضالي وكان موقف كوميدي جدا. هي شخصيه كوميديه جدا بطبعها يعني ومرحه جدا وملتزمه وكريمه جدا. فجت كنا في اللوكيشن بتاعها في مسلسل مشوار الونش وبعدين راحت قايله لي بص بقى انا عازمكم بكره كلكم على البريك. قلت لها ليه ما احنا بنطلب بريك عادي وكلنا تمام يعني. قالت لي لا 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 انا هعمل حاجه كده سبيشال وناكل كلنا مع بعض ده اللوكيشن بتاعي. قلت لها طب يا ستي دوم عزك هتعزمين على ايه بقى؟ قالت لي هجيب لكم رنجه وفسيخ. قلت لها لا 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 منى انت بتهزري؟ ده احنا ناكل ننام ما نعرفش نكمل التصوير. قالت لي لا 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 مفيش الكلام ده انت ليه مقفور كده؟ ده احنا هنجيب حاجات ونقنقه ومفيش الكلام ده. قلت يا منى بلاش. لا 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 يا منى بلاش. راحت على كل واحد ما تطلبش بريك ما تطلبش بريك ما تطلبش بريك. عزمت الاوردر كله. الاوردر كله تاني يوم ما جاش طبعا الولد بقى بتاع البريك خلاص هو كله بقى جايب بريك فتمام. منى عزمه جات العزومه منى فرشت ساعه البريك فرشت السفره قعدنا كلنا كلنا ست ساعات احنا ما نعرفش بعض. كملنا التصوير كلنا واحنا ما نعرفش بعض في اللوكيشن يعني بنتقابل في اللوكيشن كلنا وبنتكلم مع بعض بس احنا مش عارفين بعض يعني لحد ما يوم خلص على خير ببركه ربنا مش اكتر. ميرسي يا منوشه على العزومه الحلوه ويدوم العز ومبروك الونش ومبروك جعفر العمده الف مبروك يا مهندس. الله يبارك فيك يا حبيبي. المخرج استاذ اسماعيل الفاروق. انا بالتالي كان عايز اقول لك ميرسي منه وما تعمليهاش تاني. اصل هو واحنا ما صورتوش يوميها طبعا فركشته بعدها. لا هو عايز يقول كات الاكشن. ده الدنيا باظت خالص. انا ايه ده انا فجاه لقيت كل الكاست نايم. طب قلت طب ما انا صاحيه ما انا واكله زيهم زي يعني عادي جدا. واكلين بصل اخضر وعاملين بقى شغل. طب ما طبيعي ان الاكله التقيله دي تقضي عليكم كلكم. طب اشمعنى انا ما اتقضتش عليا يعني؟ واضح انت متعوده. لا خالص والله انا ما باكلهاش الا كل فين وفين. انا بس بحبها بس كويس انه يعني برضو كانت فسيخ ورنجه وبصل اخضر وكده. كنت متوقع ان انت تقولي انا اللي هعمل لكم. لا انا بطبخ حلو جدا. كان ريسك اعلى من الفسيخ والرنجه. لا لا هو بص اصل انا عارفه مثلا سمعه وبقيه الكاست بيحبوا الاكل اللي هو اللي بيبقى الحرش زي ما بيقولوا. فقلت دي الاكله الوحيده اللي هتجمع كل الناس. مش كل الاكل ممكن الناس تكون بتحبه فصعب. فدي ممكن الاكل الوحيد هتلاقي كل الناس بتحبها. فقلت ان انا اعملها بقى. ده مبدا خاطئ جدا. لا لا ده حقيقي. الناس كلها هتحب الفسيخ والرنجه. طبعا. مين اللي طبعا انت بتحبش الفسيخ والرنجه؟ مستحيل اكل فسيخ. ما تهزرش والله. بالعافيه بدوق حته بالعافيه بس يعني لا لا ده غلط. انا هو مش حبايب خالص. مش حبايب ده غلط. والرنجه على خفيف جدا برضه. لا انا اول مره اكل فسيخ المره دي عمري ما اكلته بجد والله. انا باكل رنجه بس. ولازم اكلها فاكم. حلو جدا ما شاء الله. فاجئت بيه. الف هنا وشفا. ميرسي. الف هنا وشفا. منى شرفتينا ونورتينا وبجد سعداء ما شاء الله بنجاحك في رمضان 2023 وربنا يكمل النجاح على خير. في اي حاجات جايه قريب ولا واخده بريك شويه؟ لا هاخد بريك شويه. بريك شويه طبعا. وبعدين ناوي على ايه؟ يعني نفسك كده الدور اللي جاي تعملي ايه؟ والله انا نفسي طبعا حاجه تبقى في نفس المستوى بس هي طبعا اكيد هتبقى صعب. لان النجاح اللي احنا نجحناه ده ما حصلش ما افتكرش انه هيحصل تاني طبعا. لا ليه ربنا يوفق ان شاء الله. يعني احنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله احنا لغايه دلوقتي بننجح وبننجح اكتر. فالاختيار اللي جاي هيبقى اصعب طبعا فهبقى محتاجه ان انا اخد بريك وانقي. ان شاء الله. ان شاء الله. احسني الانتقاء. ايوه. وباذن الله اللي جاي يبقى برضه بنفس قوه جعفر العمده واقوى ان شاء الله. يا رب. وتلبسي شخصيه تانية كده بدل ما الناس تقول نرجس تطلعي من نرجس وتلبسي ممكن شخصيه ممكن اعمل حاجه تانية. كلاس بقى عشان مش هينفع. لا خلاص هي نرجس لابساكي لابساكي طبعا. خلاص انت شايفني كده يا رب يخزى عليك. مش انا ده الجمهور. طيب خلاص. فربنا يوفقك ويكرمك دايما يا رب. ميرسي يا رب. شرفتينا ونورتينا. اشكرك شكرا جزيلا وكل توفيق ليكي دايما. ميرسي. مشاهدينا الكرام بشكركم على طيب المتابعه وغدا ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة من مساء دي أمسي. دمتم في أمان الله.